رمضان في ذاكرتهم. في رمضان في ذاكرتهم مستمعينا، ينضم لنا اليوم سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي، الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وراح نستمع لمجموعة من الذكريات للدكتور لسعادة الدكتور هلال السبتي. نستمع مع بعض. هلال بن علي بن هلال السبتي، يبقى شهر رمضان أجمل شهور العام، لعلنا نتذكر رمضان عبر السنين أكثر من الأشهر الأخرى بدون شك، لما له من ذكريات جميلة، ذكريات الزمن الهادي، ذكريات التواصل بين الأهل والأحباء والأقرباء والجيران، تعيدنا إلى الأزمان الجميلة. حقيقة من الذكرى في رمضان في بلدي فنجة حيث نشأت، كان ذاك الزمن عندما يعلن عن دخول شهر رمضان الفضيل عادة يبث في الراديو أو التلفاز، طبعا كان في قناة عمان فقط. النساء دائما يتجمعن بعد المغرب بعد ما يعلنوا في بيتنا، وفيما أذكره أن كانت أمي رحمة الله عليها تقرأ نساء الحي النية لصوم شهر رمضان المبارك، وأنها متعلمة كانت بعض الشيء. وأذكر أن أول شهر صمته كامل أيام صبا كان في الصيف كذلك، لما تجاوز وقتها 9 من عمري. طبعا كنت أصوم قبل هذه الفترة، ولكن الفترات متقطعة، وأوصل إلى الظهر وأفطر، وأوصل إلى الصبح وأفطر، أو كان يقولوا لي الله يرحمه أبوي أمي لما تجوع أفطر. وهذا اللي اتخذته كذلك في أولادي في مرحلة صغيرة من السن. ما أذكره إننا كنا نفطر، ما نفطر في البيت، الرجال دائما كان يفطر في المسجد كما سارت العادة عند أهل الحي. الفطور صرح المسجد، المسجد كان اسمه مسجد الرسة أتذكره في فنجة، والمهام اللي كانت موكلة إلي قبل الفطور إني لازم علي إحضار الدلة والدلة القهوة والتمر والرطب أو الرطب مع الماء من البيت للمسجد، ومن خلط مصلين المغرب فاطرين أرجعهن للبيت كذلك. رحمة الله علي والدي كان يصر أن نفطر معا في المسجد، أنا وأخي الأكبر مني طالب، كان هو من يؤذن المغرب، ثم يؤمن عمي القاضي سيد بن حمدان السبتي رحمة الله عليهم للصلاة، ثم نعود بعد ذلك إلى البيت للعشاء. هذه العادة لا زالت موجودة في بيتي للآن، العشاء بعد المغرب مباشرة وليس بعد صلاة التراويح كما في بعض الأهالي اللي يتبعوا في الوقت الحالي أنهم يتعشوا بعد صلاة التراويح. أذكر أن التلفزيون كما ذكرت لا تظهر إلى قناة واحدة هي قناة عمان، تلفزيون عمان، كنا نحرص كعائلة مشاهدة بعض البرامج المسلية بين صلاة المغرب وصلاة التراويح. طبعا البرامج اللي كانت تيجي ومسلسلات المسلية الخفيفة المضحكة كانت بعض المسلسلات العمانية وبعض المسلسلات الخليجية، فما نذهب لصلاة التراويح، بعد صلاة التراويح نعود إلى البيت ونتناول بعض الخفائف. طبعا من الأشياء اللي أذكرها كذلك طيلة شهر رمضان المبارك كان عشانا في البيت خبز الخال مع دقائق أو لحم. السمك هذا كنا ما نأكله إلا مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الفضيل، ما أعرف ليش ولا أذكر سبب ليش كنا نبتل، لأنه طول فترة السنة نأكل السمك أكثر من الدجاج أو اللحم، ولكن في رمضان تتغير هذه العادة، قد يكون هذه أحد الأشياء المتبعة كانت في القرية اللي كنت أنا تربيت فيها. طبعا بعد عودتنا من صلاة التراويح نجلس مع الأهل فترات بسيطة، أتذكر أن بعض نساء الحي كذلك يجين لمنزلنا للتجمع وتناول القهوة ويسألن عننا. ما كنا نتأخر في النوم، الحد الأقصى للسهر هو الساعة 10 مساء، وأنا أتذكر أني كنت لما أروح المدرسة وأسمع بعض زملائي عن بعض المسلسلات الشيقة اللي تيجي الساعة 11 والساعة 12، فكنا نترجى الوالد أنه يخلينا يسمح لنا أن نجلس إلى الساعة 11 أو إلى الساعة 12، وكان الوالد يتحفظ لأنه كان عنده إيمان تام أنه إذا سهرنا
تتشتت الذهن في اليوم الثاني وما نركز في عملنا أو في دراستنا، وبالتالي كانت من الممانعة الكبيرة إنه نسهر إحنا كأطفال في البيت. من الموجبات اللي كان يحضن عليها طبعا والدي رحمة الله عليه أنا وأخي طالب النهوض لصلاة الفجر وأن نصلي الفجر جماعة. طبعا كنا نذهب للفلك ونصلي في المسجد نفس المسجد هذاك، نعود للبيت. لما نرجع البيت كان من الواجبات علينا هو تدارس القرآن الكريم حتى طلوع الشمس، وبالتالي كنا نختم القرآن في أكثر من مرة في الشهر الفضيل. نتدارس أن كل واحد يقرأ صفح مننا والثاني يستمع له والثالث يستمع له، وإذا أخطأ أو كان ينود أو حس أنه يبغى ينام الثاني يصحح له أو يصحيه، وبالتالي كنا نتعلم من أخطاء الآخرين بحيث أنه نصحح ونتابع وهلما قرى. بالفعل كانت نوع من العادة والاستفادة من القرآن الكريم، وهذا اللي خلانا نحفظ أجزاء من هذا القرآن، لأنه على مر السنين نقوم بهذه العادة. هذه من الأشياء اللي نحاول أن كذلك نبعث في أبنائنا في هذا الوقت. طبعا أتذكر أنه كذلك قبل الصلاة العشاء المغرب كانت تيجي بعض المسلسلات الإسلامية اللي كنا نتابعها بشغف. طبعا أخواتنا كانوا منشغلات في المطبخ لإعداد الوجبة، بينما أنا وأخوي نشوف المسلسلات هذه الإسلامية ونتابعها، وكانت تعطيك عن الحضارة الإسلامية وعن الفتوحات الإسلامية وما إلى ذلك. طبعا أجمل ما في تلك الأيام هو الجلوس مع الأهل، استمتاع نقاش الحديث عن الأشياء اللي صايرة، وفي المكان أي وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، لم تكن هناك هواتف، ليس تكن هناك ألواح ذكية أو إنترنت. لذلك كان التقارب والألفة بين الأفراد العائلة الواحدة أقرب ما يكون. ما كانت عندنا كثير من الأخبار اللي هي نسمعها، يعني كان إذا سمعنا القناة البي بي سي كان يعتبرها حاجة كبيرة بين نحن نسمع البي بي سي وما إلى ذلك. من النقاط اللي كنت كذلك أتذكرها هي مسألة القنقاشو يوم الرابع عشر من رمضان، كانت ذكريات جميلة. بس أنا ما كان مسموح لنا في البيت إن نروح قرنقاشو، بينما كان مسموح لنا إن نوزع الحلوى والفراخ والقطع النقدية البسيطة على الزوار اللي يجون، الأطفال اللي يجون قرنقاشو، لكن إحنا إن نروح كانت من الأشياء كذلك اللي هي كانت مرفوضة أو محرمة بالنسبة لنا في البيت. طبعا تكلمت عن المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، بس هناك مرحلة أخرى لا زالت في ذاكرة رمضان لدي، وهو عندما كنت أدرس بمدينة مونتريال كندا. كان رمضان يأتي في الشتاء، وأذكر أنه في أغلب العاملين معي كانوا مستغربين أن نصوم لساعات دون ماء أو طعام، فأنا كنت أقول لهم بعدك ما شفته في الصيف وما شفته حرارة الصيف في البلد اللي احنا ساكنينها. وما أذكره أنه يعني هذا كان حديث الساعة في العمليات الجراحية في دراستي لجراحة القلب، أنه الممرضات كان نستغرب من كمية الساعات اللي احنا صايمين فيه ولازلنا نقوم بالعمليات مثلنا مثل أي واحد منهم، هم فاطر، فكان يعرفن توقيت الإفطار. كنت أخبرهم بتوقيت الإفطار إن أنا المفروض أفطر في الوقت الفلاني ولكن أنا منشغل في العملية، فكان يحضروا لي بعض الحليب أو العصير وقصبة، وكنت أشرب من تحت الغطاء الواقي الكمامة بالقصبة في أثناء عملية. فكنت يعني كنت أقول أفطر وأنا في غرفة العمليات في أثناء العمليات، لأنك ما ممكن تترك مريض على جهاز القلب والرئة الصناعيين تحاول تسوي له عملية جراحية، لأن الوقت محسوب عليك بشكل كبير جدا، ما تريد يتأثر هذا المريض. هذه من المواقف اللي ما أنساها، لأنه كان التجسيد فيها أنه لكل إنسان دينه ويجب أن يحترم ويجب مساعدته على إتمام الطقوس اللي هو يريد يسويها بشكل مستقل، رغم أنه في هذه الفترة كان عدد المسلمين ما كان بهذه الكثرة اللي كنا نشوفها. في الغربة طبعا كان عندي بعض من زملائي كذلك موجودين في مونتريال، وما كنت ألتقي معاهم إلا في نهاية الأسبوع، لأنه كان هذا في الوقت اللي أقدر أتلاقى معاهم. كان عندنا نادي اسمه نادي العماني، هي عبارة عن طابق استأجرناه في بعض العمارات، وكنا نتجمع قبل المغرب وكل حد يجيب طبق من البيت، طبق معين سواء طبخوه في البيت أو اشتريته، ولكن يجيبه قبل الإفطار نتجاذب أطراف الحديث وأننا نلتقي نؤدي صلاة المغرب ونفطر وثم نؤدي صلاة التراويح وكل أحد يرجع إلى بيته بعد ذلك. كنت حريص الاتصال بوالدي رحمة الله عليه في ذلك الوقت على الأقل التوجيه، الوعظ، الإرشاد، النصح، الإبقاء على نوع من الروح الرمضانية
ومتابعة الروح الرمضانية. هذه هي يعني المراحل اللي مرينا فيها اللي أتذكر فيها بشكل كبير جدا وأثرت وبقت علينا. المرحلة الحالية هي مرحلة مختلفة تماما. المرحلة هذه مع وجود الكثير من المشاغلات والألواح الإلكترونية والأعمال الكثيرة اللي بدأت عندنا، لكن لا زال حول زرع في مع الأبناء نفس الروح الطيبة لشهر رمضان المبارك. لا زال نحطهم على الإفطار والجلوس مع بعض، تناول وقت العشاء بعد صلاة المغرب، التحدث مع بعض عن العادات الإسلامية، التحدث عن قصص الأنبياء، وجود نوع من الأجواء الرمضانية في 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 البيت. طبعا احنا دائما الآن عندنا المشاغل الأكثر اللي هي وجودنا في المستشفيات وما إلى ذلك، ولكن لا نزال نصر على هذه العادات وهذه التقاليد. طبعا في نهاية كل أسبوع لازم نروح إلى فنجر، زيارة الأهل، صلة الرحم. هذه من الأشياء اللي نحاول نغرسها الأولاد، يقوموا صلاة الفجر، قراءة القرآن ملزمة وإلزامية لهم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن نحاول أن نكثف من هذا الشيء، نقلل من العزائم ومن مسألة أنه نعزم فلانين ويجي فلانين، بحيث أنه بتكون عندك وقت أكبر أنك تجلس مع الأولاد ومع الأقارب ومع الأهل. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، هذه هي بعض الذكريات لسعادة الدكتور هلال بن علي السبتي، الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية. وإحنا أكيد نشكر سعادة الدكتور هلال السبتي على وجوده معنا وسرد ذكرياته الرمضانية في صباح رمضان. كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور. وأيضا إحنا مستمعين نتواصل معاكم في هذه الفقرة وسرد لذكريات جميلة ورائعة لمجموعة من الشخصيات التي ستنضم لنا إن شاء الله في صباح رمضان لتسرد ذكرياتها الرمضانية، سواء كان في السلطنة أو خارج السلطنة. متواصلين معاكم وصباح رمضان.